سلام عليكم. من كام يوم تواصل معايا احد الزملاء عنده مشكله في جوجل اناليتكس 4، في بعض التقارير مش عارف ان هو يوصل لها، وبالبحث والتدقيق لقينا ان سبب المشكله الاساسيه ان هو بيستخدم جوجل اناليتكس 4 بالواجهه العربيه بتاعته. هو في الشركه اللي هو شغال فيها استلم الاكونت معمول باللغه العربيه، ولما حاول ان هو يتعامل مع واجهه جوجل اناليتكس 4 باللغه العربيه لقى بعض التقارير تايهه منه ومش عارف ان هو يوصل لها. فمن هنا فكرت ان انا اعمل الحلقه دي باننا نجيب جوجل اناليتكس 4 باللغة العربية والإنجليزية الاثنين قصاد بعض على نفس الشاشة، ونبدأ نشوف إن جوجل مترجم أسامي التقارير وأسامي الحاجات المختلفة اللي جوه جوجل أناليتكس 4 مترجمهم بالعربي لإيه؟ عشان لو حد اتحط في نفس الموقف دوت إن هو يستخدم البرنامج بالواجهة العربية بتاعته وحب إن هو يدور على بعض التقارير زي الأكويزيشن أو الأتريبيوشن أو غيرهم، فيبقى عارف أساميهم إيه بالإنجليزي وبالعربي. وإن كنت أنا رغم حبي الشديد واعتزازي باللغة العربية إلا إن أنا بحبذ فكرة إن أنت لو هتستخدم أداة زي جوجل أناليتكس 4 أو غيرها إن أنت تستخدمها باللغة الإنجليزية، لأن هي ديت اللغة اللي اتصنعت بيها الأداة واللي بتتطور بيها الأداة. لو أنت عودت نفسك على الواجهة العربية للأسف مش هتعرف تطور نفسك قوي في الأداة ديت أو في غيرها، خصوصا إن هم وزي ما هنشوف كمان شوية لما نروح مع بعض على شاشة الكمبيوتر مش كل الحاجات بيترجموها بشكل سليم، وكمان في بعض الحاجات أصلا مش موجودة في النسخة العربية عن النسخة الإنجليزية زي ما هنشوف مع بعض كمان شوية. وكمان لأن أغلب الشروحات الاحترافية بما فيها شروحات اللي عاملين الأداة نفسهم هما جوجل فهي شروحات باللغة الإنجليزية، وكنا شرحنا قبل كده إزاي تاخد شهادة معتمدة من جوجل في جوجل أناليتكس 4. هسيب لك الفيديو في الآي اللي فوق وتحت في صندوق الوصف. فلو أنت شغال بالواجهة العربية وعايز تحول بقى للواجهة الإنجليزية ولقيت صعوبة في إن أنت تتعود على أسماء التقارير فالفيديو دوت ليه. ولو أنت أول مرة تشوفنا، أنا إيهاب شفيق وهنا في القناة بنتكلم عن كل ما يخص الأونلاين بيزنس بشكل عام والماركتينج أناليتكس بشكل خاص في محتوى فريد مش هتلاقيه موجود تاني في أي قناة عربية. وكمان عندنا عشرات الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن الدروب شيبينج، وكمان بعض الفيديوهات اللي بنحكي فيها عن تجاربنا واللي بتحذرك من بعض المشاكل اللي ممكن تقع فيها لو انت دخلت في الاونلاين بيزنس. فتعال نروح بقى مع بعض على شاشه الكمبيوتر ونشوف مع بعض بقى واجهه جوجل اناليتكس 4 او جي اي 4 مقابل واجهه احصائيات جوجل 4 او الف جيم 4. فيلا بينا نروح على شاشه الكمبيوتر. السلام عليكم مرة تانية. دي كده معانا واجهة جوجل أناليتكس 4 اللي احنا عارفينها واخدين عليها وشرحناها مع بعض هنا في القناة، وطبعا بدأت تظهر الكي إيفنتس. كنا اتكلمنا عنها في بوست قبل كده نشرناه على الفيسبوك وعلى الجروب الخاص بينا وهو داتا دريفن ماركتينج كوميونيتي. وعلى اليمين هنا واجهة إحصائيات جوجل 4 اللي هي الواجهة العربية لجوجل أناليتكس 4. طيب الأول إزاي بنغير اللغة أصلا بتاعت البرنامج؟ تعال بس الأول نزيح إيهاب نجيبه بقى هنا في النص، وتعال نشوف إزاي بنغير اللغة بتاعت البرنامج من هنا اللي هي واجهة أدمن، أو من هنا هو هيبقى اسمها المسؤول، ومن هنا هتيجي على My Preferences هنا وبالعربي اسمها إعداداتي المفضلة، وهتلاقي هنا اللغة. طبعا هي هنا إنجليزي وهنا طبعا أنا ندوشه يعني هو نفس الأكاونت هو مفتوح هنا مرة وهنا مرة، فأنت تختار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية على حسب. وتحت هتلاقي فيه سيف عشان تقول له حفظ التغييرات، يا رب بس ما يهيسش مننا عشان فاتحين نفس الاكاونت بلغتين مختلفتين. فده لو انت عايز تغير اللغه. طيب تعال بقى ما نشوف شكل الواجهه بتاعت البرنامج عامله ازاي. ديت قائمه ادمن زي ما احنا شفناها اهي، واللي هي هنا زي ما احنا قلنا اسمها المسؤول، وفيها زي ما انت شايف بقى الماي بريفرنسز هنا اللي هي اسمها هنا اعداداتي المفضله، وهنا الحساب اللي هو الاكاونت، وهنا البروبرتي هنا اسمها الموقع زي ما انت شايف كده هنا هو. وهنا الداتا كوليكشن اند موديفيكيشن هنا اسمها جمع البيانات وتعديلها، وهنا برضو الداتا ديسبلاي اللي هي عرض البيانات، وهنا روابط المنتجات او البرودكت لينكس اللي المنتجات بتاعت جوجل بالمناسبه. اهم حاجه عندنا في قائمه ادمن هنا هو اللي احنا محتاجين نشوف يعني اسمها ايه بالعربي وبالانجليزي، داتا كوليكشن اند موديفيكيشن لو جينا فتحناها هنا، ولو جينا فتحناها من هنا هو اللي هي اسمها جمع البيانات وتعديلها. الداتا ستريمز اللي احنا متعودين عليها اسمها هنا مصادر البيانات، طبعا ما تعتبرش ترجمه دقيقه قوي يعني، ولكن دي الترجمه اللي جوجل عاملها. الداتا كوليكشن اللي هي جمع البيانات، داتا امبورت لما تيجي تعمل امبورت الداتا هنا استيراد البيانات يعني مقبوله، داتا ريتينشن، الداتا ريتينشن هنا مسمينها الاحتفاظ بالبيانات، ده اللي هي الريتينشن بتاع الداتا عندك على الاكاونت، والداتا فلترز اللي هي فلاتر البيانات يعني مقبوله شويه. طيب الداتا ديسبلاي اكيد هنا اسمها عرض البيانات، اه مظبوط عرض البيانات.
الايفنتس مترجمينها للاحداث، يعني برضو ترجمه تعتبر حرفيه. الكي ايفنتس كنا اتكلمنا قبل كده ان من عيوب جوجل اناليتكس 4، كنا قلناها واحنا بنشرح جوجل اناليتكس 4، ان هو مديلك الكونفرجن، فلو انت عندك ليد جنريشن هتعتبره كونفرجن، فبيبقى عندك كونفرجنس مش هي الرئيسيه بتاعتك. يعني لو انت المفروض الكونفرجن بيبقى المبيعة مثلا بالنسبه لنا احنا في الاي كوميرس. طب لو عندك ليد جنريشن، عندك واحد يملى فورم مثلا، كنت غصب عنك يا تسيبه مجرد ايفنت عادي يا انما تخليه كونفرجن. دلوقتي تقدر تخليه كي ايفنت، اللي هي الايفنتس الرئيسيه المهمه او زي ما هم مسميها هنا الاحداث الرئيسيه، وتخلي الكونفرجن بس هو الديزايرد اكشن او الحاجه المهمه قوي قوي، اللي هي الحاجه اللي بتدخل لك الفلوس اللي انت عايز العميل يعملها، اللي هي في حالتنا احنا في الاي كوميرس اللي هي المبيع. الاودينسز هنا اللي هي هو هنا كاتبها شرايح الجمهور، يعني مقبوله. الكاستم ديفينيشنز التعريفات المخصصه، الشانل جروبز مجموعات القنوات. الاتريبيوشن سيتنجز هو هنا مسميها اعدادات تحديد المصدر، طبعا ترجمه عجيبه قوي. والريبورتنج ايدنتيتي هنا عاملها المعلومات التعريفيه في التقارير، اما على ديباج فيو فسيبها زي ما هي، هو ما عرفش اصلا يترجمها يعني. ولكن بقى نروح بقى للي يهمنا اكتر من قائمه هوم يعني، وهي الريبورتس اللي موجوده عندنا او التقارير، اللي دي بقى اللي هتشوف فيها العجب. طبعا ريبورتس بالترجمه تقارير ماشي مقبوله، وبرده ريبورتس سناب شوت لمحه عن التقارير او لقطة عن التقارير مقبولة برضو. الريل تايم اللي هي الوقت الفعلي يعني شغالة برضو، تعتبر ترجمة كويسة، لكن تبدأ تشوف العجب بقى هنا. لايف سايكل هو ما ترجمهاش، سابها زي ما هي هنا لايف سايكل ماشي. أما الأكويزيشن فترجمها ترجمة غريبة شوية، الاكتساب، وإن كان أكويزيشن تعتبر لو اترجمت هتبقى استحواذ يعني، ولكنه خلاها الاكتساب. وهنا طبعا أوفر فيو نظرة عامة ماشي. يوزر أكويزيشن اكتساب المستخدمين، و ترافيك اكويزيشن اكتساب الزيارات. طبعا كلمه اكتساب دي غريبه جدا يعني، فلو انت مش واخد عليها اديك عرفت ان هو مترجم اكويزيشن هنا لاكتساب. انا كنت بحسبها مثلا هيكون مترجمها استحواذ ولا حاجه، ولكن ده هو ترجمه جوجل للريبورت بتاع الاكويزيشن، واللي جوجل ترجمها زي ما احنا شايفين بالاكتساب. اما بقى العجب بقى كله فهو الانجيجمنت، لان ببساطه جوجل راح جاي بترجمها بالارتباط النفسي. نفسي اعرف ايه علاقه الارتباط النفسي بالانجيجمنت، انا قلت يترجمها تفاعل. الاوفر فيو نظره عامه ماشي. الاحداث الايفنتس شفناها قبل كده. بيجز اند سكرينز الصفحات والشاشات، يعني ترجمه حرفيه مقبوله برضو. لاندنج بيج الصفحه المقصوده، دي غريبه جدا برضو، ما كان يخليها صفحه الهبوط، لكن ايه الصفحه المقصوده؟ هو ترجمها كده، ترجم اللاندنج بيج للصفحه المقصوده. اقعد انت بقى لو انت عامله عربي دور على اللاندنج بيج ترجمتها ايه، ولكن كويس ان احنا نشوفهم الاثنين مع بعض كده بحيث نبقى عارفين الترجمه. المونيتايزيشن هو سترجمها ترجمة حرفية لتحقيق الربح المادي. والريتينشن اللي هي المفروض التكرار أو تكرار الزيارات، هو خليها الاحتفاظ. أنت يعني أنا لو أول مرة أفتح، وأنا فعلا أول مرة أفتح الجوجل أناليتكس باللغة العربية، لو شفت الاحتفاظ ديت هفتكرها أن هي الأكويزيشن، ولكن كويس أن احنا شفناهم الاثنين قصاد بعض بحيث نبقى عارفين الترجمة اللي جوجل اختارها. بالنسبة للمونيتايزيشن اللي هي تحقيق الربح المادي، هنا نظرة عامة ماشي مقبولة. إيكوميرس بيرشيسز هو هنا عمليات الشراء في التجارة الإلكترونية، ترجمة بص من على جوجل ترانسليت. بيرشيز جورني رحلة الشراء مقبولة. تشيك أوت جورني مسار الدفع يعني مش قوي. البروموشنز اللي هي الإعلانات الترويجية، هي المفروض تبقى العروض يعني مش إعلانات، لأن إعلانات هي ترجمتها آدز، لكن هنا البروموشنز تبقى الترويج مثلا ماشي. أما الريتينشن فزي ما أنت شايف هو ترجمها هنا، معلش الحركة اللي بتحصل كل شوية دي. اما الريتينشن فهو ترجمها هنا بالاحتفاظ، يمكن يعني عشان ريتينشن من الريبيتيتيف كاستمرز يعني هو مترجمها بالاحتفاظ. طبعا هنا انت شايف اليوزرز هو مترجمها بالمستخدمون، النيو يوزرز المستخدمون الجدد، ودوت ده برضو عشان نقول متوسط مده التفاعل اللي هي الافريج انجيجمنت تايم، وهنا دوت اجمالي الارباح اللي هو هنا التوتال ريفينيو. طبعا جوه كل تقرير هتلاقي الترجمه الحرفيه دي بالشكل العجيب ده. طبعا سيرش كونسول هو ما ترجمهاش، والصراحه يعني كتر خيره ان هو ما ترجمهاش، لان اكيد كان هيعمل لنا ترجمه عجيبه قوي الكلمه زي دي. نروح بقى لليوزر اتريبيوشنز، واللي هو هنا مترجمها بسمات المستخدمين، ودي ترجمه الصراحه مش مظبوطه خالص. الديموغرافيكس ديتيلز ماشي، هو خلاها تفاصيل الخصائص الديموغرافيه، ترجمه حرفيه مقبوله لحد ما. والاودينسز ما ترجمهاش للجماهير، سابها زي ما هي كتر خيره. وهنا التقرير بتاع التك التكنولوجيا، وبرضه نظرة عامة وتفاصيل التكنولوجيا.
ترجمة تعتبر أغلبها ترجمة حرفية شوية، وللأسف جوجل لو كان تعب نفسه أكتر شوية وجاب ناس عربي يترجموله كانوا هيعرفوا يترجموا ترجمة عربية أفضل بكتير من الترجمة الحرفية اللي موجودة دي. ولكن دي كده التقارير الرئيسية. طبعا جوه كل تقرير من دول هتلاقي يعني تفاصيل تانية، زي تعالى ناخد مثلا ترافيك أكوزيشن، هو اسمه إيه هنا؟ اكتساب الزيارات. ونشوف هنا إيه الكلام اللي مكتوب جوه بقى التقرير نفسها. طب تعالى نكبر ده كده عشان نشوفه بشكل احسن. المستخدمون هم اليوزرز، الجلسات اللي هي السيشنز مترجمه جلسات، ديت الانجيج سيشنز، وديت الافريج انجيجمنت تايم بير سيشن، وهنا الانجيج سيشنز لكل يوزر، وهنا الايفنتس في كل سيشن. يعني الترجمه اعتقد سهل ان انت تعرف تخمنها بعد كده. ونروح بقى على الاكسبلور، واللي اسمها هنا الاستكشاف. ترجمة حرفية ايه؟ عنب. طبعا البلانك هو ترجمها فارغ، الفري فورم ترجمها تصميم مرن، الفانل اكسبلوريشن هنا ترجمها لاستكشاف خطوات المستخدم، بس ما جابش غير الثلاثة دول بس، التصميم المرن واستكشاف خطوات المستخدم واستكشاف مسارات المستخدمين اللي هي الفانل اكسبلوريشن والباث اكسبلوريشن اللي هي استكشاف خطوات المستخدمين، مع ان كان المفروض يترجمها المصاري يعني. وما جابش باقي التقارير، تقريبا ما عرفش يترجمهم فلغاهم اصلا، ما حطهمش في النسخه العربيه. بص ما فيش تقارير بعد دول، يعني لو جينا كبرنا هم الثلاثه دول بس في الاكسبلور، هو دول اللي حطيتهم لنا. ده بالنسبه للاكسبلور. تعال بقى نروح على الادفرتايزنج، واللي هو هنا مترجمها للاعلانات. الكونفيرجن بيرفورمانس ديت لسه جديده، حتى هي لسه في البيتا فيرجن، ممكن ان شاء الله نبقى نعمل فيديو عنها قريب. وهنا سماها اداء الاحالات الناجحه اللي هي الكونفيرجن بيرفورمانس. اما الاتريبيوشن فهو ترجمها للاحاله، مع ان احاله ديت ترجمه الريفرال مثلا، ولكن هو ترجم الاتريبيوشن للاحاله. بالنسبه للاتريبيوشن باث فهو خلاها مسارات تحديد المصدر، ترجمه حرفيه فعلا. واما الاتريبيوشن مودلز فهو خلاها نماذج تحديد المصدر، والبلاننج خلاها للتخطيط، وديت الاول تشانلز ترجمه حرفيه. وحلوه موضوع ديسبلاي اند فيديو، مساحه العرض والفيديو ديت، واعلانات جوجل اللي هي جوجل ادز. طب تعالى كده نشوف الاتريبيوشن باث اللي هي مسارات تحديد المصدر. كويس ان هو ما ترجمش الحاجات الداخليه، ما ترجمش الاورجانيك سيرش، ما خلاهوش بحث طبيعي والحاجات الغريبه دي كلها. وهنا نقط الاتصال المتوسطه ديت اللي هي الميد تاتش بوينتس، والاولانيه خلاها نقط الاتصال المبكره اللي هي الايرلي تاتش بوينتس، وهنا ديت نقط الاتصال المتاخره اكيد اللي هي الليت تاتش بوينتس. ولكن الحاجات الداخليه هو ما غيرهاش. ودي الاتريبيوشن مودلز، نماذج تحديد المصدر، برضو تعالى نبص عليها. على الاغلب مش هيكون مترجمها برضو، كويس ان هو ما ترجمهاش. بالنسبه للاتريبيوشن مودلز تعال نبص عليها كده على الصوره اكبر شويه، نفس الوضع، ترجمه حرفيه لمعظم الحاجات، ولكن اللي التشانلز ديت مش مترجمها. وتعال نبص على الاتريبيوشن باث ونشوفه هنا برضو مترجمها ايه، وهنلاقيه مش مترجم التاتش بوينتس المختلفه اللي هي الدايركت والاورجانيك سيرش، وزي ما قلنا كل دول احنا شرحنا طبعا الكلام ده بالتفصيل في شرح الجوجل اناليتكس 4. يعني هو مترجم بس ترجمه اتنين صف اخر، دي اتنين مور خليها اتنين صف اخر. ماشي، دي كده واجهه احصائيات جوجل 4 اللي هي الف جيم 4 مقابل واجهه جوجل اناليتكس 4 اللي هي جي اي 4. ده كده كل اللي عندنا النهاردة. وتاني بفكرك لو انت عندك ويب سايت شغال وفيه داتا حقيقية ومش عارف تحلل الداتا ديت وتطلع منها بإنسايتس سليمة، فاحنا ممكن نساعدك في المهمة ديت طبعا كخدمة مدفوعة. هسيب لك لينكات الحجز والتواصل معانا تحت في صندوق الوصف. وفي النهاية بفكرك لو عجبك الفيديو ياريت تتعبنا بلايك، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية. خد لك جولة في القناة، شوف فيديوهاتنا اللي فاتت، وشوف الفيديو الجاي. سلام عليكم.